تستعد هذه المجموعة من عائلات الجالية الجزائرية في غزة لتلقي دفعة أولية من المساعدات الإنسانية الإماراتية بعد أن انقطعت بهم سبل الدعم والإجلاء من غزة بسبب ظروف الحرب، فآوتهم واحتضنتهم عملية الفارس الشهم 3 التي أطلقتها دولة الإمارات. نقول لهم شكرا من تقدمنا بكتاب طلب للمساعدة الإغاثية لمنتسبي الجمعية الأخوة الفلسطينية الجزائرية، ولا سيما من بين أعضاء الجالية الجزائرية المتواجدون على أرض فلسطين، فكان الطلب موجها للإخوة في عملية الفارس الشهم 3، والطلب كان بتقديم مساعدات إغاثية وبتقديم بعض الأماكن للإيواء، منها توفير خيام وتوفير طرد غذائي وتوفير بعض الألبسة الشتوية للأطفال. أطفال ونساء الجالية الجزائرية في غزة الذين تقدر أعدادهم بنحو 5000 شخص واجهوا أوضاعا إنسانية صعبة بعد نزوحهم المتكرر بسبب الحرب، إلى أن أسعفت أعدادا منهم فرق الهلال الأحمر الإماراتي بالدعم اللازم. أولا نشكر كثير دولة الإمارات على مساعدتها في الظرف هذا، الظرف القاسي كثير علينا، مش على الجزائر الجالية الجزائرية بس، على كل الفلسطينيين، ونعتبر احنا جزء من فلسطين كثير، لأنها كثير صعبة وتعبانة، والحرب كثير صعبة علينا لأول مرة، معناها نشوف هذه الوضعية، هذه القساوة، هذه معناها كثير نزحنا من منطقة لمنطقة لمنطقة. ومن المقرر أن يقام للجالية الجزائرية في غزة موقعا خاصا لإيوائهم في خيام بدعم إماراتي. في الوقت الذي شعرت فيه الجالية الجزائرية في غزة بالحاجة للدعم الإنساني في ظل الحرب، لم تتردد بطلب الإغاثة من عملية الفارس الشهم 3 التي لبت نداءهم سريعا. حازم البنا، سكاي نيوز عربية، من جنوب قطاع غزة.